يعد الزيت مكونا أساسيا في المطبخ، فأغلب وجباتنا تحتوي على الزيت بأنواعه المختلفة، لكن ما الأفضل بين تلك الأنواع؟ قد نحتار في الاختيار، لا سيما مع سماع معلومات متناقضة حول الأفضل والأكثر ضررا. نشرت مجلة تايم الأمريكية تقريرا حول أنواع الزيوت وتناولت 10 أنواع لتخرج بنتيجة تقول إن استعمال الزيوت يعتمد على عاملين اثنين، هما نوع الطهي الذي تعده، والعامل الثاني يشير إلى النقطة التي ترتفع فيها درجة الحرارة، حرارة الزيت، قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد. اليوم هذا ما سنتحدث به تحديدا مع اختصاصية التغذية علا أسعد لتساعدنا على اختيار نوع الزيت المناسب. صباح الخير لك يا علا. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أنواع الزيت كلنا بنعرف، يمكن أنه زيت الزيتون ما بنستخدمه أحيانا، يمكن لغلاء سعره كمان بالإضافة إلى خوفنا منه، خوفنا منه أحيانا، لأنه بتعرفي الزيوت مادة أساسية ونستخدمها بكثرة. فإيش الزيت المناسب برأيك ضمن هاي المعايير والمعطيات الموجودة عندنا؟ افضل نوع زيت زيت الزيتون، رغم من غلاء سعره، بس اذا نحكي احنا على السموك بوينت اللي حكوا عنه بالدراسه الامريكيه، اللي هي النقطه اللي ترتفع فيها درجه حراره الزيت، عكس كل اغلب وعكس ما كل احنا كنا الدراسات السابقه والخوفنا من زيت الزيتون، بنيجي بنحكي ما تستعملوا زيت الزيتون وما بصير ينحرق، هذا المتعارف عليه تحديدا بالضبط ترتفع درجه حرارته. زيت الزيتون الاكسترا فيرجن اوليف اويل اللي هو متوفر عندنا كثير طبعا الحمد لله ببلادنا، هذا مزبوط انه السموك بوينت تبعته درجه حراره ارتفاعه مش كثير عالي، يعني ماكسيمم 190 درجه مئويه. اما الاوليف اويل زيت الزيتون العادي ممكن يرتفع وبكل بساطه وبكل سلوسه من غير ما يجي احنا عندنا اي اضرار جانبيه لصحتنا ل 250 او 260 درجه مئويه، نقدر احنا نستخدمه بالطبيخ بكل سهوله ومن غير اي اثار جانبيه. يعني ممكن نقليه بزيت الزيتون؟ بالضبط، هذا السؤال اللي دائما احنا بنساله، بصير اقلي انا قلي كامل بزيت الزيتون؟ خوفنا من زيت الزيتون هو بس ارتفع درجة حرارته بيطلع سموك، بيطلع شوية دخان، فهو بكل بساطة بس تشوفوا انه شوي طلع الدخان، بس قيموا شوي المقلة ووطوا شوي الحرارة تحتية، مش مضر ابدا. الفري راديكلز هم الجذور الحرة اللي بتنتج وتنجم من زيت الزيتون مرتفع درجة حرارته. زمان كان احنا بنخاف منه، انه كانت الدراسات بتحكي انه ممكن يكون سبب مسبب رئيسي من السرطانات، ولكن الفري راديكلز اكتشفوا طبعا اخر دراسات انه الفري راديكلز بكميات جدا قليلة جسمنا، احنا بحركتنا الطبيعيه وبتنفسنا الطبيعي بنقدر بكل سهوله نتخلص منها وبتنطرد من جسمنا من غير ما تاثر سلبيا. فلهلا افضل من افضل انواع الزيوت خلينا نحكي زيت الزيتون، ولكن ثاني افضل نوع للقلي هو زيت جوز الهند وزيت الافوكادو. طبعا هذا عالميا كثير متواجد، احنا مش متوفر عندنا، برضه موجود بس غالي جدا سعره. الافوكادو اويل جدا جدا مفيد وكثير كمان مهم فيه اوميجا 3 واوميجا 9، وسهل كثير القلي فيه، بس عشان عدم تواجده احنا هون بكثرة ولغلاء سعره ما بنستعمله كثير. يعني هلا احنا صرنا فتنا بمعضلة انه نوع الطبخ اللي ممكن يزبط مع زيت الزيتون بهاي الكمية، لانه انت بتعرفي انه احيانا الاشياء اللي بدها قلي، احيانا بعض الخضار بدك تكملي طبخة هي مش طبخة اساسية، فكثافة الزيت الى اي مدى ممكن تكون عملية بالتعامل مع بعض الطعام؟ هل ممكن يتحملها نوع الطعام نفسه؟ وطعم الاكل كمان بيتغير، الناس بتجي بتحكي اكيد زيت الزيتون لما يكون خصوصا لما يكون اكسترا فيرجن بيكون هيك طعمه لاذع، فبكون عشان هيك بنستعمل بس الاشياء البارده او بنضيفها فوق السلطه عشان ما يكون الطعم لانه مش مقبول. عشان هيك في فرق بين زيت الزيتون العادي وزيت الزيتون الاكسترا فيرجن. العادي ما بطعميه، ما بعطيكي هذا الاكسترا تيست حتى لو ارتفع درجه حرارته. اما بالنسبه لسهوله الاكل وسهوله الطبيخ، وهل انا بقدر اقلي كميات كثير كبيره بزيت الزيتون؟ لغلاء سعره اولا ولعدم توفره لعند كثير من الناس، بالناس بتلجا للزيوت الثانيه اللي هي لازم احنا نحكي عنها، هي زيوت المهدرجه والمصنعه والمكررة، وهذه هي أسباب رئيسية للأمراض وللسرطانات، وليس زيت الزيتون إذا ارتفع درجة حرارته. لو زيت الكانولا اللي هو أكثر زيت مهدرج ومصنع عالميا، زيت عباد الشمس وزيت الذرة، وبرضه زيت البيناتس اللي هو الفول السوداني، طبعا هذا اللي كثير مستعمل بالمطاعم، وزيت الصويا مستعمل كثير بالمطاعم، مستعمل حتى ببيوتنا. ليش؟ لأنه هو مكرر فجدا رخيص، فاحنا الناس تقدر تتوفر عند ببيوتها كثير وبتستعمله بالقلي دائما. بس يعني المفارقة علا انه هو يتسوق على اساس انه هو اكثر خفة واكثر صحة، وانه هو مفيد، وانه مش بس من الكوليسترول، خالي من الكوليسترول، صحيح. ففعليا الى اي مدى مين يعني
هناك معضلة قانونية صارت بالموضوع، مش بس قصة أنا معك إسراء، لازم يعني تكون في مراقبة كتير أكثر من هيك، لأنه إحنا من وعي وفي دراسات كتير وفي أشخاص بتطلع وبتيجي بتحكي إيش أنواع زيوت، أو حتى الـ يعني الإندستري الصناعية تبعت الغذاء ما عليها مراقبة كفاية إنها فعلا هي توعي المستهلك. المستهلك لما يجي يتفرج على علبة الزيت يكون مكتوب خالي من الكوليسترول، بس هذا مخالف للقانون مش بس وعي، يعني الموضوع مش بس وعي، لازم تناقشنا مع المحامي نحكي صحيح لازم نتناقش بهذا الموضوع يعني لما أنت بتحكي عالميا، لما يثبت إنه هو مش صحي ومهدرج ومهدرج ومكرر ومكرر وبعمل فعلا سرطانات، معناته اثبت انه هو سبب رئيسي، بدهم يصيروا يكتبوا عليه زي الدخان مثلا للزيت انه هو سبب رئيسي للسرطان. لازم نوصل مثلاً لمرحله هو والسكر نوصل لهي المرحله، ما انت ما تنسي كمان قديش اي شيء بيكون منتج غذائي جدا مربح للصناعه الغذائيه وبنفس الوقت كثير سهل تصديره وتصنيعه والاستهلاك والتقبل منه كثير عالي عند العالم، ما حيكون في هذه الرقابة الموجودة، لأنه صفة يعني اللوبي تبعهم كتير أكبر من المستهلك يجي يحكي لا. بس الأثر أكبر والضرر أكبر، معناته المسؤولية أكبر، مسؤوليتنا أكبر إن إحنا نوعي ونيجي نحكي ما تستعملوا هذا الزيت هو السبب الرئيسي للسرطانات. ما تنسي كمان كانوا كتير يجي يحكوا مثلا ما بنستعمل الزبنة، ما بنستعمل السمنة، ما بنستعمل زيت الزيتون، صفة هم المجرمين وتركوا كل فعلا الزيوت الثانية، فشوفي كيف صار كيف التضاد. يعني ما فهمت كيف السمنة الزبدة طبيعية خلينا نحكي، وزيت الزيتون هم من أفضل أنواع الزيوت، لأن هي لو إجوا حكوا هم زيوت، مشكلتنا مش بالزيوت الساتوريتد، مش مشكلتنا بالزيوت المشبعة، يعني السمنة الطبيعية البلدية هي عبارة عن دهون مشبعة، مش مشكلتنا بالدهون المشبعة، مشكلتنا بالدهون المكررة. الدهون المشبعة مش مضرة صحيا، الضرة تبعها إذا جمعناها مع السكر ونشويات كثيرة فصفى زدنا إحنا الستيت انفلاميشن والالتهابات بأجسامنا. فاجتماع الدهون استخدام شخصي هذا الموضوع أنت بتتحكم فيه. فالدهون المشبعة إذا جمعناها مع السكر هي هذه المشكلة الأساسية صف بتضرنا صحيا. أما الأساس والمجرم الأساسي بموضوع الزيوت هي الزيوت المكررة والزيوت المهدرجة اللي هي متواجدة إحنا بكثرة ببيوتنا كلياتها، نستعملها للقلي، نستعملها للكيك، مرة بحكوا لي طب للكيك لشو بدنا نستعمل، بتصير نستعمل شوية زيت زيتون، نستعمل كوكونات أويل، كوكونات أويل صار متوفر هلا أكثر ومش ببهاضة ثمنه زي ما كان قبل، وكل ما كان كوكونات أويل سائل أكثر كل ما كان ما أعطى طعم بالأكل أبداً، في فرق في فروقات كمان بأنواع الزيوت تبعت زيت الزيتون وزيت جوز الهند، لما تشوف مكتوب زيت جوز الهند مكتوب عليه unrefined اللي هو غير مكرر واكسترا فيرجن كوكونات اويل، هذول بيكون من افضل الانواع، ولما يكون سائل ما بعطيكم طعم بالاكل، الناس بتخاف من الافتر تيست تبع الكوكونات اويل، زيت جوز الهند اذا كان سائل ما بعطيكم ابدا افتر تيست بالاكل ولا بالقلي، ونقدر نرفع درجه حرارته بكل سلاسه. قد ايه ممكن يكون فارق الاسعار حتى لهي الدرجه؟ التوجه لفكره، يعني احنا زمان ايام زمان كل الناس كانوا يستخدموا السمنه البلديه وزيت الزيتون وكانت متوفره، ويعني هلا احنا بنطبخ اكثر ولا لانه فات موضوع المطاعم وفات موضوع الارباح فات موضوع، يعني وين الفارق اللي صار والفجوه؟ العالم زاد عدد سكانها هذا اولا، فصف الطلب كثير اكثر، فصف لجوء التصنيع الغذائي لازم يلجأوا لمصدر ايش كيف نوفر شيء ارخص شيء للعدد البوبوليشن اللي كثير كبير. فطبعا زي ما حكينا الصناعه الغذائيه جدا مربحة شاطره ومربحه، وبتصير لازم تدور على شيء تكلفته منهم كثير سهل وبرضه كثير زاكي بالنسبه لنا، يعني احنا لما نستعمل بالكيك زيت الذره او بالقلي زيت الذره او السن فلاور اويل او حتى البيناتس والصويا هذا اسمنا طعمه زاكي. المشكله الاساسيه الاخر دراسات اثبتت انه 51 يوم جسمنا بحتاج عشان يقدر يفكك الروابط الدهنيه المكرره. تخيلي تخيلي يعني قديش مضر بجسمنا، 51 يوم بضله هذا الزيت موجود بجسمنا على درجه ثنائي فتفته ويقدر فعلا انه هو يستهلكه، لانه بصير زي حرب في معركه جوا جسمك انه هذا شيء مو طبيعي هذا مكرر، فصفى ستريس على اجسامنا كثير اكثر. فالوعي هو الاساس، ونحاول قد ما نقدر نرجع للبدائل، زيت الزيتون زي ما حكينا، زيت جوز الهند، افوكادو اويل هو جدا مفيد ولكن مش متوفر كثير. نحاول قد ما نقدر هلا طبعا التصنيع الغذائي عم بلجا لشيء اسمه اكسبلد بريس، اكسبلد بريس بالنسبه للزيوت المهدرجه اللي ذكرناها سابقا المتوفره كثير بالسوق، هلا شوي شوي ان شاء الله تدخل احنا على اسواقنا الاردنيه. اكسبلد بريس اللي هي اول درجه تصنيع، يعني لساته ما دخل الزيت المكرر بدرجات مكرره جدا، فبطل جدا مصنع. احنا بنخاف كمان انه الموضوع يتطور ويدخلوا بهاي المراحل المتقدمه، يعني من الواضح انه ما فيش عمليه مراقبه. احنا هلا بالاسوأ، خلينا نحكي عندنا احنا هلا بالاسوأ مرحله. نعم الزيوت المتوفره جدا سيئه، كل الزيوت الموجوده في بيوتنا
زيت الذرة، زيت كل الزيوت اللي احنا بنستعملها دائما، هذه من أسوأ انواع الزيوت. هلا بلشوا شوي يعملوا جريد اب ابر جريد لها، فعملوا شيء اسمه اكسبلد بريس، يعني مضغوطه بس طارده لاي شيء سيء لها، اللي هي جريد نمبر 1 من التكرير، ما صفت مكرره بكذا ستيب، فصفى ضررها علينا اقل. هذا موجود بالاسواق العالميه بس هذا ما وصلت عندنا للاسواق الاردنيه ان شاء الله. الناس يعني ما بتقدر، وعيوا لهذا الموضوع في الاسواق العالميه. نعم. الى حد ما. نعم. واضطروا انهم يسمعوا صوت كثير من الناس، ان كان المنظمات العالميه والصحيه اللي بتنبه لهذا الموضوع، ولا وعي المواطن اللي لعب دور لانه صار يتوجه لانواع زيوت مختلفه. يعني شو الشيء اللي خلاه يدفعهم للانتباه لهذا الموضوع برايك؟ اظن الوعي هو متبادل، لازم يكون في وعي الجهات المختصه والمختصين والاطباء يشوفوا ايش الاسباب الرئيسيه ليش الأمراض عم بتزيد بالعالم. فمن الأسباب الرئيسية احنا بنعرف انه هو الغذاء هو الأساس الرئيسي ليش الناس أصلا عم بتزيد أمراضها، فلما نشوف من هذه الأسباب هي الزيوت فصف الوعي عم بيرتفع، فصف تثقيف المواطن صفى أكثر. لما المواطن عم بتثقف أكثر وبسمع أكثر صفى طلبه لهي الزيوت صفى سلوكه الشرائي بيختلف. أكيد 100%. فالطلب والعرض صحيح. يعني أكيد هاي المعلومات مهمة جدا، ويمكن لازم نوصل لمرحلة فعليا إنه إحنا نطالب بالأشياء اللي بيناسبنا وما يفرض علينا وترخص أسعارها بالتالي لما إحنا ما هي كل ما كان فيها طلب وفيها إنتاج فبالنهاية رح تصير في منافسة ورح يصير فيه المعادلة الاقتصادية المريحة. شكرا لك علا أسعد، اختصاصية التغذية، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير.